لنناقش الموضوع تنضم إلينا باتول حذيفة اختصاصية تربوية. يسعد صباحك. يسعد صباحكم جميعا وشكرا كثير على طرح الموضوع هلا بهالوقت الحساس جدا. فعلا يعني بلشت المدرسة يمكن 4-9 تقريبا. هلا بصراحة كلياتنا بنخاف كنا كأطفال من العودة للمدرسة، يعني أنا بتذكر كل ما قرب شهر أيلول بعصى قلبي إنه قربت المدرسة خلص وقت اللعب تماما. ليش بيخاف الطفل بشكل عام؟ هو ما دائما بيكون مشاعر خوف تماما، وإنما أحيانا خوف، أحيانا توجس، شو بده يصير هاي السنة، شو بدنا نتعلم، هل الآنسة نفسها ولا رح تتغير. أحيانا بيكون حماس بده يرجع لرفقاته اللي له زمان كتير ما شافهم، وطرق التعبير بتختلف طبعا من طفل لطفل. فيعني هذا الشيء للأهل يفترض أنه يقربوا شوي من الطفل حتى يفهم أكثر هو مشاعره ويعرف يعبر عنها بالطريقة الصحيحة. إذا كانت فعلا مخاوف فيحاولوا نوعا ما يتعاونوا مع الطفل لحتى يعرف كيف يتعامل معها. كيف ممكن التعاون؟ على حسب سبب الخوف، فهل هو خوف من ضغط الواجبات، هل هو خوف من المعلمة اللي ممكن تكون أو معلم ممكن تكون قاسية أو أسلوبها مختلف، هل خوف من التنمر اللي كان يتعرض له خلال فترة المدرسة، أو حتى أحيانا صعوبات متعلقة بالطريق، الطريق على المدرسة بحد ذاته في مخاوف خصوصا بسوريا أكيد بتعرف أيهم. فكل هاي الصعوبات نحط إيدنا عليها ونبلش نعالجها. فإذا كان في احتمالية نغير الصف، نغير المعلم، من غير المدرسة، نساعده بالطريق، نعين باص بدل ما يروح مشي، نروح معه نحن، أو نقوي علاقته بأصدقائه. طبعا الأصدقاء وجودهم دائما بيشكل دعم كتير كبير للطفل وبيغير طريقة علاقته مع المدرسة. هلا كانت عم تحكي تحت الهواء أنه يعني أنا كان عندي خوف بصغري من الروح على الروضة، خلينا لأنه أهلي كانوا موظفين، فبلشت كتير صغير بالروضة. فلما صار في شكل علاقات، وتعرفي عندك رفقة أنتم بتتشاركوا بالسندويشة، بتتشاركوا بالإقلام، ما رح أذكر تفاصيل أكثر أيها استناني أحكي أكثر. فحبيت فعلا صار ما عندي مشكلة أنه نرجع للمدرسة وأنه نداوم وما في أي مشكلة. بس في كمان بدي نرجع لموضوع أنه في بعض النصائح بتقول ما تذكروا الولد أنه في مدرسة ليجي وقتها، ولا ليش أصلا هي النصيحة هي صحيحة، ولا خلص خليه يستمتع بالصيف وبعدين بنحكي بالمدرسة؟ يمكن هذا كمان بيزرع خوف عند الطفل أنه لا ليش. تماما بالعكس صحيح، بالعكس تماما. نحن قد ما فينا لازم نتدرج وقد ما فينا نضل هذا الموضوع بباله. يعني نحن عم نلاحظ كثير اطفال عم تبلش المدرسه بشكل فجائي، نسي كل المعلومات اللي اخذها لانه ما في اي نوع من انواع الممارسه المتعلقه بالمعلومات. يعني هو طول الصيف ما بيقرا ابدا، يرجع لهلا رجعي تعتع رجع عدله البدايه من الصفر. موضوع القراءه بالرياضيات، نسيان جدول الضرب، بده يرجع، في ضغط كثير كبير رح يكون. بينما لو الطفل مستمر ولو بشكل بسيط جدا، سواء كان باسترجاع المعلومات بطريقه محببه، ممكن نصير نجيب له قصص بالصيف حتى يقراها، حتى يرجع بس يدخل بالجو اذا بدنا نسميها، يرجع شوي صغير. كمان موضوع النظام، يعني هلا بالصيف والله ابني انا تركت له مجال يسهر للساعه 12، اجي بايام المدرسه بدي نايم من الساعه 9، 3 ساعات فرق ما راح يتجاوب معي وراح يحس فعلا انه في ضغوطات المدرسه عزبته. بينما لو استمرينا بشكل تدريجي بنرجع للنظام شوي شوي، فهذا الشيء كثير راح يسهل عليه انه يرجع على المدرسه باريحيه. من امتى تقريبا؟ يعني قبل المدرسه بقد ايه؟ يعني تأخرتوا يا جماعة يعني تقريبا شهر. أنا بالنسبة إلي بفضل صراحة أنه على استمرار الصيف يضل في فترات يعني نوعا ما في حد ما بدنا نتجاوزه، يعني ما في شيء مفتوح تماما. يعني مثل في أهالي بيتركوا الأجهزة طوال وقت الصيف مع أولادهم وبيجوا وقت المدرسة بدهم يسحبوها تماما، فطبعا رح يحبوا العطلة أكيد رح يكره المدرسة. يعني طول الوقت يعني ساعتها بكون فعلا معه، بيصير كتير صعب أنك ترجعوا للمدرسة. بالعكس لا، نحن دائما في تقنين لكل شيء، ودائما عايش الطفل بجو النظام. اصلا النظام والروتين بيريح الطفل كثير، بيخليه يحس حاله ماشي حياته مرتبه منظمه في لها نشاطات تماما معينة. وعنده توقع للشيء اللي بده يصير فبضل مرتاح اكثر. صحيح. هلا في امهات بتحس بالذنب، يعني بيضل الولد معند انه ما بده يروح على المدرسه وعم يبكي، فيعني هو لازم يروح، فممكن تخاف انه هي بلشت تصير حدا قاسي. فشو هي النصائح او شو ممكن تتصرف الام بحيث ما تكون حدا قاسي مع ابنها؟ هو لازم يروح المدرسه بس عم يرفض رفض تام. هلا هي انا اللي لاحظته من خلال الامهات، في عده نماذج من الامهات، الام اللي بتنقل خوفها لابنها، يعني هي
انت رايح على المدرسه ليك انا بدي يعني هيك عم تطلع بدائره ظهره يعني، فالابن بحس انه وترته زياده في مشكله يعني بروح برايي هي الامهات اللي قلبان شرشوح انا منهم يعني، انا بضل واقفه على الشباك لحتى يروحوا ويرجعوا. طبعا هذا النوع لازم الام قدر الامكان تسيطر على هذا الشيء وبالعكس يعني تعطيه صوره واضحه على المدرسه وشو ممكن يصير، وانا واثقه فيك انا واثقه انه الام رح المعلمه رح تكون ام ثاني ورح تهتم فيك وانت اي شيء بيصير انا احنا موجودين والمعلمه موجوده. تعطيه نوع من الثقه والقوه. في نوع ثاني من الامهات بالعكس هذا كثير منتشر بالفتره الاخيره على السوشيال ميديا، هيدون اللي بتودع اولادها على اساس عم تبكي وهني بيسكروا بتبلش ترقص يعني ما بصدق ايمت ترتاح من ابنها، وهذا النموذج اذا وصل للاطفال رح يحس حاله غير مقبول رح يحس حاله عبء غير مرغوب فيه تماما. فان امي بعثتني على المدرسه لترتاح مني فطبيعي يكره المدرسه لانه هي اللي عم تبعده عن امه. صحيح. في خطوات دعم نفسي ممكن نعطيها للطفل لانه في اطفال يعني فعلا بيتملكهم نوع من القلق حتى ما بيقدروا يناموا قبل المدرسة؟ غالبا هذا النوع من الأطفال بيكون ما عنده تصورات واضحة حول المدرسة وممكن يكون في عنده تصورات لكن ما أنا حقيقية تماما. في نموذج من الأهالي بيعطوا صورة كتير ورية على المدرسة من باب التشجيع. مثلا رح تتعرف كتير على أصدقاء والآنسة رح تلعبكم ورح ترسموا. لما بيروح على المدرسة بيلاحظ أنه لا الآنسة عم تقول له لا تتحرك من مقعدك لا تحكي مع رفيقك بقلب الدرس. العلاقة اللي عم تحكي عنها الماما هذه بتكون بالفرصة 10 دقائق وبنفس الفرصة بدي فوت على الحمام وبنفس الفرصة بده ياكل فما عم يلحق. وبنفس الوقت في أمهات بكرة بدك تروح على المدرسة وارتاح منك. كمان هذا الشيء بيخلق نحن بدنا نكون قدر الإمكان متوازنين بإعطاء فكرة. يعني أنت فيها إيجابيات ورح تتعرف على أصدقاء بنفس الوقت أنت رح تلاقي صعوبات لكن هذا الصعوبات رح تقدر تخطاها، في عندك مين يساعدك إذا احتجت مساعدة فيه أنا ممكن نبسط له شوي الموضوع أنه عادي الدروس ما ضروري أنت تطلع الأول لأنه في حتى بعرف طلاب يعني بيخافوا من انه ما يحصلوا التعليم بشكل كامل لانه دائما بيطمحوا للمثاليه انه هو الطالب الشاطر الكذا، فهذا النوع يمكن هو اللي بيخاف اكثر. فهون من ناحيه التعليم كيف شو ممكن نقول له للطفل؟ تماما هون بيكون في رفع سقف توقعات عالي سواء كان من قبل اهل ممكن هو اكتسبها من اهله لانه هن دائما بدهم اياه ما يغلطوا في توجيهات دائمه وما بيصير يكون في اي غلط. فهون ضروري كثير نحن نسعف الطفل لانه هيدي لما يكبر الطفل في لها تبعات يعني ممكن يصير في عنده وساوس وفي عنده قلق شديد فهذا الشيء رح ياثر عليه. لذلك نحن قد ما فينا خلال اليوم العادي ما بس بايام المدرسه حتى شوي يتعود على فكره انه نحن نخطط وفي اشياء رح تزبط معنا في اشياء ما رح تزبط معنا ونتعاون معه على فكره الاشياء اللي ما زبطت خلال اليوم كيف ممكن نتعامل معه. يعني نحن ما نجح بمخططنا انه اليوم نقرا هذا الكتاب لانه اجونا ضيوف فانا اعطيته سبب واضح وسبب منطقي بنفس الوقت نحن استمتعنا مع هالضيوف والقصه فينا نقرا بوقت ثاني فينا نقرا قبل النوم فيني خلي البابا يقرا لي اياها اسرع وهكذا. طيب مبدا المكافاه هل هو هي طريقه منيحه مثلا انه الطفل اليوم راح ما عمل مشكله راح على المدرسه فاليوم في مكافاه ولا هذا الشيء بكره مثلا بضل عم بيستنى اذا هيك مكافآت؟ برايك المكافاه حل فعال بالفترات الاولى للمدرسه؟ هلا انا بشكل عام المكافآت كلها ما كثير بقتنع بجدواها لانه اولا انا بدي اعطيه مكافاه على شيء بديهي شيء يعتبر من واجب يعني شيء لازم يعمله. طيب انا ما بدي المكافاه وما بدي اروح على المدرسه شو؟ ففي قاعده انا بحبها اكثر هي قاعدة أنا بحسها تنظيمية بنسميها عندما يمكنك. لما بتروح على المدرسة يعني لما ترجع من المدرسة إذا بدنا نكون أصح لما ترجع من المدرسة فينا نقعد أنا وياك فينا نروح مشوار فيك تلعب المعجون فيك تمسك الآيباد فيك تتفرج على برنامجك. بحدد له شغلة رح تصير فعلا يعني ما أنا مكافأة. مثلا أنا لما بقعد أنا وياك هذه ما أنا مكافأة والروح على المدرسة ما أنا عقاب وإنما تماما. تنظيم فترتيب أولويات إذا بدنا نسميه. فلما ترجع من المدرسة فينا نحضر تلفزيون سوا فيك بتلاقيني طابخت لك الأكل اللي بتحبه برنامجه بصير بيعرف شو عنده يعني تماما أو بصير كمان بالمدرسة ناطر هالجو الحلو اللي بالبيت لأنه فعلا إذا حس إنه في مكافأة من الروحة من المدرسة حيحس بس حاله بده يخلص لا حيحس حاله إنه هي المدرسة أساسا عقاب ولما بيرجع منها حيتكافأ. صحيح. طيب ختاما ليش في رفض كبير من بعض الطلاب حاليا للذهاب
للمدرسة. يمكن كنا عم نحكي أنا ويارا أنه التفكير الطفل اختلف يمكن بالسنوات الأخيرة، كتير زاد تعلقه بالسوشيال ميديا، بالآيباد، بالتليفون، فبحس حاله رح يفقد كل هدول وقت يروح للمدرسة، فكيف ممكن نحن نعوضه شوي؟ هي واحدة من الأسباب، لكن هل أنت لما كنت لما كنت يعني على أيامك ما كان في لا آيباد ولا تليفون؟ ما كان في، بس هل كنت فعلا تحب المدرسة أو ما كنت تخاف من المدرسة؟ تماما، هون الأطفال مسمح لهم يعبروا أكثر، نحن صرنا عم نسمعهم، سابقا مين كان يعني أنت تقول لأمك ما بدي أروح على المدرسة أو ما بحب المدرسة، فلوين بدنا نوصل يعني بعد الأخير؟ لكن هلا صرنا نسمع الأولاد أكثر، صرنا نعرف أكثر مخاوفهم وشو اللي ناطرهم، فصرنا نتناقش فيها أكثر. الحمد لله صار في وعي أكبر وصار في محاولات من قبل الأهالي أنه يعالجوا هاي المشكلات تماما، لكن أيضا موضوع الكورونا أثر، الأطفال تعودوا أنه التعلم كله على الآيباد وأسهل وبدون مروح طريق، الأستاذ ما في عصب عليه، كل ما في الأمر فيني سكر، فيني أقول له قطع النت يعني، فيني مثلا أشرب، سكر الكاميرا وأشرب مي، بينما الأستاذ بدي أخذ إذن يمكن يسمح لي يمكن ما يسمح لي وهكذا. فالأطفال اللي تعودوا شوي على نظام التعليم أونلاين عن بعد يمكن يستسهلوا أكثر. مشكلة خربته للطلاب تماما. يعني نصيحة أخيرة بالنسبة للأمهات، كيف يبلشوا أول يوم مدرسة؟ أول يوم بالمدرسة أنا كتير بشجع الأمهات يعني يعطوا يساعدوا الأطفال لا يستوعبوا المدرسة، خصوصا الأطفال اللي أول مرة بيروحوا على المدرسة، سواء كان مثلا يروحوا معهم يدخلوا على الصف أو يعرفون على الحمامات والمنافع، يمكن هاي واحدة من أكبر أزمات الطلاب وما حدا له عن يحكي فيها، لكن كتير بتختلف بين المدرسة والبيت، كيف يتعامل بالظروف الصعبة. ونقطة أهم هي كيف يشوف الاختلاف، يعني راح يشوف اختلافات كتير كبيرة بالمدرسة وهو رح يكون مختلف، فكيف يستوعب فكرة أنه الآخرين ممكن ما يتقبلوا اختلافهم وكيف هو لازم يتقبل الاختلافات وشو يتعامل مع هاي الأمور. فهذه نقطة كتير مهمة ونادرا ما الأهالي يركزوا عليها، لأنه دائما نحن خايفين بس على أولادنا، في أطفال تانيين نحن لازم نهتم فيهم. صحيح. نعم. يعني شكرا كتير لنصائحك بتول، وأكيد الأمهات أكيد استفادوا خاصة أن المدارس على الأبواب، فبدنا نتشكرك بتول حديفة اختصاصية تربوية كنتي معنا. شكرا لك، نهارك سعيد. صباحك ونهارك سعيد. نهاركم سعيد. شكرا.